ايوه كابتن كملي كلامك. قولي لي بقى، انا شفتك بتدربي شباب النهارده، بتسوي كده ايه الموضوع؟ بص يا كابتن، رجع الموبايل سنه يا كابتن، موبايلك رجعه سنه. قولي لي بقى، ايه السفره دي يا كابتن؟ ده الخلطه بتاعتنا. الخلطه بتاعتكم؟ ايوه بالظبط كده. طبعا هنا الكابتن ايه هتعمل لنا الكبده. اشمعنى الكبده بتحطيها اخر حاجه يا كابتن؟ عشان الكبده ما بتاخدش 3 دقايق على النار. ما بتاخدش 3 دقايق. دي حاجة ما كنتش أعرفها بقى، يعني نقول للناس اللي الكبدة الجملي ما تاخدش 3 دقايق على النار. ما تاخدش 3 دقايق. يعني الاثنين والكبدة من على النار. بصوا جمال، دي الترابيزة اللي أنت قاعد عليها. دي الترابيزة، يعني وأنت قاعد الكبدة بتستوي، وأدي الجرجير، كل حاجة حلوة. طبعًا أهي، يعني دي ترابيزتك وأنت قاعد. بصوا الجمال. حطيت انت طماطم بقى، دي بتبقى من ضمن الحاجات اللي بتتعمل في الكبده الجمل، ان هما بيضيفوا عليها طماطم بتبقى زي صلصه كده. صوص. صوص بس. وبعدين احنا كده كده اصل الجمل في مصر. علي الجملي بطل الجمل في مصر. قولي لي بقى، انت بنت واقفه كده يعني وماسكه، يعني واقفه بتعملي كده؟ اتولدت بنت جزار، واحسن جزار في مصر، اصل الجمل في مصر علي الجملي وبس. احنا اتولدنا دي مهنتنا. بعيدا عن اي حاجه. قولي لي بقى كابتن، يعني لما اصحابك بيشوفوكي بقى، بيشوفوكي بتشتغلي وكده، يعني بيقولوا لك ايه؟ والله بص، دي التتبيله بتاعتك بقى شيف. انا عايز اعرف ايه الخلطه الصفراء اللي انت حطيتها دي؟ دي مش تقدر اقول لك ايه، دي احنا المتميز بقى عن قول لي انت بتاكل هنا؟ باكل هنا بس. انا ايه رايك في موضوع اللي انت تحط لك الصينيه قدامك وتسوي لك وانت قاعد؟ جميله، الله يبارك فيك. ها؟ وسع عليك. كده بقى بتفنش انت يا كابتن؟ خلاص كده بقى على الاكل، احنا جاهزين على الاكل. قول لي بقى، انت هنا يعني اول مره اجي عند الاكل هنا ده بتاعك صح؟ رايح الاكل ده بتاعي. ايه بقى رايك في موضوع اللي انت تاكل والصينيه قدامك؟ طبعا يعني زي ما حضراتكم شايفين كده استوت يا كابتن. يا باشا كده خلاص، كده احنا جاهزين على الاكل. بص كده اللي هم دول كده، ودي على طول. ايه رايك؟ ها؟ تعالي بقى يا كابتن وريني كده المحل بتاعك. وريني كده طبعا يعني عايزين نشوف الكبده بقى، الناس عماله تقول لي الكبده، وريني الكبده. بسم الله الله اكبر. ايه الجمال ده يا عم الحاج؟ صل على النبي. دي كبده جمل ايه يابا؟ ها؟ عين الالمار. بالصلاه على النبي. تجيبها منين بقى يا معلم؟ صل على النبي يابا، احنا خير مسارعنا. بتقول لي بقى عندي فليت وبتاع، ورينا يا عم. صل على النبي يابا. لحم الاعدان يا ريس. لحم ايه؟ اعدام. فهمني يعني ايه اعدام؟ مش عارف. اعدام لسه ما كسرتش، لسه مش صغيره. ورينا يا معلم. صل على النبي. ايه يا عم الجمال ده يا عم؟ وايه السجق ده بلدي؟ احنا عندنا ده محلنا، ده تبع المحل عندنا. هوبا، احنا هنا كل الحاجات اللي بنشتغل فيها بتاعت محلنا. صل على النبي. قولي لي بقى كابتن، الاسعار كام؟ يعني انا لو جيت دلوقتي صينيه زي اللي شفتها دي، احنا بنعمل ارخص كبده جمل في مصر عندنا بافضل جوده وافضل طعم. يعني ممكن الكيلو بكام يا كابتن؟ او احنا اللي معاه
50 جنيه بياكل كبده جمل. دي مش عند حد. دي مش عند حد. قولي لي بقى، مش تعالي كده، تعالي، مين اللي بيعمل الخلطه دي؟ الخلطه دي عند الشيف رمضان لو سمحت يا شيخ.